انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت امن اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. هترجع مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. بأن هي اختفت ابتداء من اليوم الحد الماضي ابتداء من الساعة 9:30 تقريبا لم تكن موجودة في البيت. أبونا كان راح القرية بتاعتهم اللي هو يهدر مراسيم دينية بخصوص إكليل في بلده وعند أهله لأحد أقاربه، وبعد ما عمل الإكليل رجع تاني يوم في الساعة 6 مساء لم يجد زوجته في الشقة اللي ساكن فيها، فذهب لحماه وحماته يسأل عن زوجته لما جيتها عندهم، وأصبحت هي مختفية ابتداء من يوم الحد الساعة 9 تقريبا، لأن دي آخر مكالمة تلفونية اتصلت بها كانت الساعة 9:15 تقريبا، فاختفت بعد منها. وبدأ أبونا يوم الاثنين التالي للحد يعمل اتصالاته وبحثه لم يتمكن من الحصول عليها، فتم إبلاغ المركز شرطة ديرمواس للسيد الضابط رئيس المباحث عشان يعمل يحرر المحضر فيها. وأنا عن نفسي قمت بالاتصال بأحد ضباط أمن الدولة وأبلغته بالموقف أثناء وجود أبونا في البلاغ في المركز. أنا أبلغت أمن الدولة عشان يتابعوا الموقف معهم، ولكن اتضح أن في الحقيقة الأمر اختلف تماما، بأن أصبحت واحدة مختفية مخطوفة لم يعلم عنها شيء ولم يعرف لها أي شيء. فأصبح أن شغلة الأمن وأمن الدولة والشرطة هدفهم كله التأجيل والتسويف. يأجلوا الكلام بحجة عايزين هدوء، مش عايزين تجمهر، مش عايزين ناس تتجمع حوالين الكنيسة لعدم إثارة الفتن وعدم مش عارف وحاجات زي كده. دي طبيعة، ده شيء مبدأ أساسي في أمن الدولة تعمل أو في الشرطة أو في الأمن بصفة عامة، يعملوا التأجيل والتسويف لأن الموضوع يبرد ويهدى منع للإثارة. ولكن اتضح أن الأمر بعد تحرير المحضر وعلم أمن الدولة بأن الوضع أخذ مجراه الرسمي، وأصبح بعد كده يوم الثلاث تحركت أمن الدولة وبعتوا خادوا أبونا تداو السمعان زوج مدام كاميليا، وأخذوا أبوها الأستاذ شحاتة زاخر ابتداء من الساعة 8 مساء إلى الساعة 12:00 بعد نصف الليل.
واتركوهم وسابوهم بس بضغط عليهم بعد ما انهم قاموا بمستويتهم اكتر من مره. دخلوا ابونا تداوس مع الاستاذ شحاته حماه، دخلوا مع بعضيهم في عند السيد المفتش اللي جه من المنيا مخصوص، فتش من الدوله جه من المنيا مخصوص عشان يعمل تحريات عن القصه، واتضح ان هو في نفس الوقت دخلوا مع بعض قعدوا شويه استجوبوهم طلعوهم شويه ودخلوا كل واحد في فردان لوحده، ومره ثانيه دخلوا الاستاذ شحاته مره واثنين وثلاثه كل واحد مره واثنين وثلاثه لوحده، مزيد من التحريات والاقوال بحجه ان هم هينهوا العمليه. ولكن في الحقيقه هو كان يسعوا ان هم يعملوا على التسويف والتاجيل مره. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مريان نادر كمال. احنا ماشيين بارادتنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمد عبده ورسوله. احنا مش راجعين تاني خالص، مش راجعين، مش هنرجع. بستحلفكم بالله انك تقفوا جنبنا انا واختي، لان احنا مصيرنا احنا اخترناه، مش احنا اللي اخترناه كمان، ربنا اللي اختارهولنا واحنا راضيين بيه. عايزيننا في ايه تاني؟ واقول لكم احنا اسلمنا اظن لا اكراه في الدين، لان لا نرجع ونكره على دين احنا ما احناش عايزينه، وما بقاش زي وفاء قسطنطيني او غيرها او غيرها او غيرها اللي مرميين في القديره ومحدش يعرف مصيرهم ايه. يا شعب يا مسلم، يا شعب يا مصري، يا امه يا عربيه يا اسلاميه، بقول لكم انا مسلمه اسلمت ونطقت بالشهادتين. سيبونا احنا مطاردين في بلدنا، احنا عايشين ومطاردين في بلدنا ليه؟ عشان خاطر ايه؟ فين الشرع اللي بتكون دولة اسلامية؟ وفين مسلمين المسلمين؟ وفين القانون؟ فين انتوا؟ رحتوا فين؟ ليه ناشوا في وسط بلدنا في بلد مسلمة مطاردين برا وفي الشوارع على طول من بلد لبلد لبلد؟ طول ما ربنا واقف معانا وطول ما احنا ثابتين بإيماننا احنا مسلمين، وعمرنا ما احنا نرتد تاني، مش نبقى مرتدين قدام ربنا ونشرك بالله، ما احناش عايزين نرجع تاني. بنقول لكم انا هتأسف بالله تاني، مش راجعين تاني، ما احناش عمرنا ما احنا راجعين تاني من المسيحية، واحنا اسلمنا والحمد لله. ويا ريت يا أمة الإسلام تقفوا جنبنا، اقفوا جنبنا وساعدونا، حاولوا تساعدونا، احنا ذنبنا ايه؟ انا رانيا عبد المسيح حليم. انا مش مخطوفة، ولا حد خطفني، ولا حد سرقني عشان الذهب. انا خارجة بإرادتي من البيت ومسلمة ومن 9 سنين، والحمد لله اخيرا وجدت الطريق، والحمد لله على نعمة الاسلام. اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اي مسلمة جديدة تدخل في الاسلام تطارد باسم انها مخطوفة او انها تحب رجل اخر وتريد ان تتزوج منه وكذا. فلو تعلق على الواقعة الأخيرة بالنسبة للأخت رانيا عبد المسيح حليم، وطبعا عبد المسيح هذه تسمية نصرانية ليست تسمية إسلامية، فلو تفضلتم حول هذا الموضوع. اللي الملفت أخي الكريم أنه يعني رجل أو امرأة يترك ديانة معينة ويعتنق ديانة أخرى بغض النظر كانت الإسلام أو غير الإسلام، يطلب الحماية في يعني هذا ملفت للنظر، نقطة ملفت للنظر. رجل يعتنق دين آخر فيطلب الحماية خاصة في بلد مسلم، وفي يعني في بلد الغالبية فيها مسلمين. أحسنت، يعني الحيثيات القضية أنها أسلمت والغالبية مسلمة والدولة مسلمة وبلد الأزهر، ومع هذا تطلب الحماية. متابعتنا لشأن التنصير ويعني الشأن الدعوي المصري منذ سنوات، يعني ممكن نعلم انه او نلاحظ انه هذه الحادثة ليست منعزلة، وهي ليست الاولى، بل هي جزء من ظاهرة اصبحت ظاهرة، اسلام المسيحيات ثم ترك بيوتهن ثم طلب الحماية، سواء من الحماية الشعبية او الحماية الرسمية، لانه قد تلجأ المسلمة الجديدة الى احد المعروف عنهم بالصلاح ومساعدة الغير وايواء مثل هذه الحالات ومساعدتها، او تلجأ للحماية الامنية. القصة تبدأ اعلاميا، وانا لا اقول تبدأ تاريخيا، لانه انا اكيد انه تاريخيا بدأت وفي حالات مشابهة منذ زمان طويل، لكن اعلاميا بدأت القصة باسلام السيدة وفاء قسطنطين، مسيحة قسطنطين، هي زوجة راهب سنة 2005. هذه قصة قديمة،
هذه قصة نعم. قديمة حضرتك حابب نعم. تسرد التاريخ هذا الأمر. نعم لا شك وهذا ضروري طب. حتى نعلم أن هذه تعطينا أمثلة حول هذا الموضوع تفضل. تمام هذه القصة ضروري أنه نذكرها، يعني هذا ليس من باب الاختيار، ضروري أنه نذكرها لأنه المشاهد لابد أن يعلم أن هذه أو حادثة رانيا أو حادثة الأخت رانيا لم تكن يعني إن كانت إعلاميا الأخيرة أنا أقول أنها لن تكون الأخيرة. بدأت إعلاميا أو التشغيب الإعلامي بدأ منذ إسلام في سنة 2005 أو أواخر 2004 على ما أذكر، وفاء قسطنطين مسيحة قسطنطين هي زوجة راهب، أيضا بعدها بسنتين ولا ثلاثة أسلمت ماريا عبدالله وهي زوجة راهب، كاميليا شحاتة في سنة 2010 أيضا أسلمت وهي وكانت زوجة كاهن أو زوجة راهب. الآن لعل رانيا ليست زوجة أحد من السلك الكهنوتي، لكن رانيا لعله تقديرها للموقف جعلها تخرج بهذا الفيديو لما رأته، لما رأت النتائج التي حدثت أو المآلات التي حدثت لوفاء قسطنطين وماري عبدالله وكريستين وماريان الطالبات في كلية الطب وكاميليا شحاتة اللي أيضا لا نعلم أماكنهن حتى الآن. يعني حتى بعض الأخبار وبعض المصادر الإخبارية تحدثت عن وفاء قسطنطين بعد رجوعها إلى دير، حبتت في دير وادي النطرون وأنها توفيت. لكن لنبتعد عن الكلام المرسل، لكن في الواقع هناك أكثر من شخصية مسيحية أسلمت وكان لها علاقة أو ارتباط بالسلك الكهنوتي. يعني مثلا أذكر أن الأستاذ الدكتور حسام أبو البخاري في سنة 2010 ذكر أن بنت أخت البابا شنودة أسلمت وتسمت بالحجة إجلال، وأخت الأنببي شوي أسلمت. إذن هناك شخصيات قريبة ونسائية قريبة من شخصيات في السلك الكهنوتي المصري تسلم ثم تهجر بيتها طلبا للحماية. لماذا الحماية؟ يعني لماذا لا يكون المسألة أنها تسلم وتنتقل من دين إلى دين من دون إزعاج ومن دون إلى حد ما مضايقات من طرف معين؟ يعني أنا أذكر مثلا أنا كنت أسأل حضرتك قبل ما ننتقل لنقطة أخرى، كنت أسأل حضرتك الآن عن سر مطاردة الكنيسة المصرية للنساء خصوصا النساء. يعني أنا بشوف بعض الشباب يسلموا بيحصل لهم بعض المضايقات، لكن ما هو السر وراء مطاردة النساء المسلمات الجدد بهذا الشكل المريب؟ يعني حتى أنه بعض النساء الكنيسة أصرت أنها تستلم النساء واستلمت بالفعل، وفاء قسطنطين اختفت، كاميليا شحاتة اختفت، وطبعا سلمت بواسطة أمن الدولة المصري. فإيه هو السر؟ والله شوف، إذا بدنا نبدأ بحسن الظن نقول انه هؤلاء او يعني هذه الحالات كانت رعاية في دين معين، ويعني الى حد ما كانوا يعني ما في صاحب رعية او راعي رعية يحب انه يخسر افراد من رعيته، والحرص انها حسب نظرهم خسرت اخرتها وخسرت خلاصها، فلعله من باب زي ما بيقولوا الحرص الزائد عاوزين أو نحن نريد هذه الشخصيات ونستعيدها. لكن الطريقة القاسية اللي كانت تتعامل فيها الكنيسة المصرية مع هذه الحالات توحي أنه هناك حرص على أنه لا أحد يصل إلى هذه الشخصيات التي أسلمت قبل أفراد الكنيسة، لعله يعني قربهم من السلك الكهنوتي، يا لعلهم اطلعوا لا لا لعلهن ان اطلعنا على بعض الاشياء اللي الكنيسة بتكون حريصة انه ما تخرج للاعلام. يعني برضو انا بدي اقول انه هذه الردود الفعل القاسية للاسترجاع لخصوصية مصر، يعني بمعنى الكنيسة
تنكر بداية، يعني لا تجد راهب كنسي أو بيان رسمي من الكنيسة يعترف أنه والله تم جلب وفاء قسطنطين وهي في وادي النطرون أو تعذب أو تضايق. لا، هو ضغط على الدولة، يعني هم يدعون أنهم مسالمون مع الشخصية التي أسلمت، لكن يضغطون على الدولة بحكم مثلا ليبرروا هذا ردة الفعل القاسية. كانوا يلجؤون إلى اختلاق قصص مثل أنه هذه الشخصية قد اختطفت وليس أسلمت عن قناعة. آخر عذر ممكن يعني يلجأ أو ممكن يعني يصرحون به أن هذه الشخصية قد أسلمت عن قناعة، كله أنها اختطفت، تعرفت على شخص، غرر بها، هربت معه. ما عندهم مانع أنه يتكلموا في شرف التي تنتقل إلى الإسلام، لكن كله إلا أن يقولوا رجل من السلك الكهنوتي أهل بيته أسلمت ولم تقتنع بالعقيدة واقتنعت بعقيدة أخرى، هذا لن يعترفوا به.